زي ما بيحصل كل مره، هينزلوا يقعدوا يخبطوا يضربوا بالنار ويقولوا ان هم ضربونا وعملوا لنا ويعملوا زي قنبله او اي حاجه يعملوها يفرقعوا بيها البلد. انما الكميه الصغيره اللي هم بتوع النظام الاتحاديه وهم اللي نزلوا في قبل كده اللي كانوا محتلين ميدان التحرير قبل كده، هو مش هيتغير في الموقف حاجه. كل الموضوع ان هم عايزين يسلطوا يشحنوا في الشعب يشحنوا في الشباب الصغير عشان ينزل يطحن في بعضه وهم بيقبضوا فوق. بس طب ليه مضيت على سمات التجرد؟ طبعا تأييد للاسلام اولا واخرا. وايه كمان؟ وايه كمان تأييد طبعا للدكتور مرسي بغض النظر عن ماشي الاخطار اللي هو غلطه الوحيد الطبطبه والحنيه. غلطه الوحيد اللي هو الطبطبه والحنيه اللي مش نافعه مع الشعب.